دوست السيجاره ما ولعتش برضه. اولع ازاي انا؟ ممكن اولع لو سمحت؟ وقف عندك ما تتحركش يا مجرم يا عتيد يا بتوع الحركه والبركه والمركه. هنلمكم. اسمك ايه يا جدع انت؟ انا اللمبي اللي ما عملتش حاجه والله. قدامي يا حارق القاهره يا معتدي اسير. احرق القاهره ليه؟ اقرا حقيقة القاهره، اقرا حقيقة القاهره. لا تعلمكم الخلايا بتاعته. اقرا حقيقة القاهره، اقرا حقيقة القاهره. هو الصحافه صاروخ ليه كده؟ اشاعات؟ ايوه. واضح انك ضليع قوي. كله اشاعات في اشاعات؟ اه كله اشاعات في اشاعات والله. واسمك اللي منور الجرانين. انا ما اعرفش. انا وقفت مع العسكري وانا خارج من الخرابه لقيت خارج من القاهره الحادثه وانا اللي حرق القاهره. ازاي ما اعرفش؟ وصورتك والشهود؟ ده بقى سرعه النت. الكيكا بايت عاليه هنا في قلب المكان عندكم. دي كلها اشاعات. كل ده اشاعات حضرتك سعادتك. ربنا اراد يكشف سترك. ليه بس؟ ده انا بريء والله. قول لي. نعم. اللبس اللي انت لابسه ده حلو عاجبك؟ دي قرائن وهسألها لك. اتفضل. اللبس اللي انت لابسه ده ايوه اللي بيدل على زي موحد لحزب معين. نعم. اللبس ده ايوه بتاع ايه؟ ده بتاع البلاك بلوك. بلاك بلوك. بلاك بلوك. جميل. عظيم. اعتراف هايل مدهش رغم اني مش عارف معناها. ربنا يخليك يا سعادة الباشا. جل من أعطاك علم الشياطين يا خسيع. خسيع. قول لي. اتفضل. تقول إيه على الدليل القاطع اللي هيوصلك لحبل المشنقة اللي أنت متخفي من ورائه؟ إيه بقى نعم؟ دليل إيه؟ دليل إيه؟ أنا مش عارف حضرتك بتتكلم على إيه أصلاً؟ دليل إيه حضرتك؟ إيه هو الدليل؟ ما تلفش وتدور عشان أنا روحي بتلعب في مناخيري. ألف مبروك. ما شاء الله روحك كبرت وبتلعب في مناخيرك ايه حاجه عظيمه. وتقول ايه في السلاح اللي لقوه معاك اثناء اشعال حريق القاهره؟ حريق القاهره؟ حريق القاهره. حريق مصر. مصر لكل المصريين. لا استوب موكشن بقى كده. لا ما ينفع. حريق ايه؟ يعني انا انت فاكر ان انا يجي لي قلب ان انا احرق بلدي؟ احرق مصر؟ ده انا ماليش عيش فيها ولا استحق اصلا ان انا اعيش فيها. انا عرفتك. الذنب؟ انت من الفدائيين. فدائيين؟ انا احبكم والله واكن لكم كل احترام وتقدير. الله يخليك. الله يخليك. انا فدائي. انا فدائي وكل اللي انا منضم ليهم فدائيين. واحنا كيف فدائيين برضك بنحبك وبنكن لك كل طراطيش. عارف؟ ايوه. رغم انك حارق البلد بره ايوه لكن ممنون منك. عارف ليه؟ ليه يا فندم؟ علشان شجاعتك واعترافك بحريق القاهرة. سعادتك لو سعيد ان انا حرقت القاهرة انا ممكن اسقط لك بكرة احرق مسجد السمان والجيزة وبني السويس والحتت دي يعني لو حابب. مش عايز تحرق حاجة تاني؟ شوف انت عايز حاجة بحضرتك على حسب ما تحب حضرتك. انت على اتصال بمين في الخلية؟ اتصال بمين في الخلية؟ بالراجل صاحب المنحة لنفسه. انت مش لسه قايل انت من الفدائيين؟ يا باشا انا بقول اي حاجة انت سعادتك عايزها. انت شفتك بتحب الفدائيين فقلت ابقى فدائي فدائي لك حبي وفدائي. عايزنا بقى صهيوني خلاص خليني ابقى صهيوني لو انت بتحب الصهاينه. شوف انت بس شوف انت عايز اي بلد عايزنا نركبها وابقى معاها واخد بالك بس المهم ان انا افك واخلع من هنا بقى. صهيوني؟ ايوه صهيوني. ده اعتراف هايل. امال ايه؟ ده اعتراف مذهل. امال ايه؟ مزعج. ايوه اكتب عندك. اتفضل. وقد اعترف المتهم ايوه بكل المنشورات شوف المنسوبه اليه الله يخليك بحرق القاهره وزود صهيوني. وفي الجيزه. نكتب له جيزه. قلنا هنحرق الجيزه وقلنا السويس. تعالى اقف جنبي قول النهارده اللي عايزه. ممكن؟ اه ده محضرك. والله انا ما عايز بس اتقل على حضرتك والله لا مؤاخذه عادي. اتفضل حضرتك. الله يخليك. بص هنا اكتب الجيزه، اكتب الجيزه. ايوه. وبني السويس. وخش بقى ايه الاتحاديه. صح؟ ماشي؟ وعندك هنا رابعه ومدان عابدين. ماشي؟ اه كده خلاص. اه مرضي؟ اه كده انا مبسوط. اه في اي اضافه؟ والله شوف انت بقى استضيف حاجه انت ضيفها. اكتب وقد اقفل المحضر في تمام الساعه السابعه و11 دقيقه مساء يوم ايوه 26 يناير ايوه يناير سنه 1952. لا والنبي 52 52 ايوه 52
52 52 لو لا ايوه اهو الملك فاروق جعفر اهو ما شاء الله عليه. طب ممكن في بياضه هنا ممكن اسجل فيها حاجه ثانيه زياده؟ اتفضل. هي صوت فقط. اتفضل. ماشي. حلو قوي. سعادتك وصلت ان انت قبضت عليا الساعه كام حضرتك قلت دلوقتي؟ 7:11 دقيقه. 11 دقيقه وعدى قد ايه الوقت على الكلام بتاعنا؟ يعني يقول دقيقتين. دقيقتين يعني بقت كام؟ 13. حلو ده بقى ميعاد هروب انا. الواحد مساء الخير. مساء الخير. ابوك تعرفه؟ اعرفه. الله يخليك. بس حضرتك هيئتك ولبسك غريب خالص. يا عم بلا خالص بلا مالص. هو ايه اللي حصل في البلد؟ ايه جهنم اللي والعه دي وبني ادمين ماشيه عماله محروقه ومولعه في ايه؟ وحضرتك مش عارف ولا مستنكف؟ انا بيني وبينك عايز اتكلم فعلا في اي حته، استنكف في اي حته كده ومحدش يعرف مكاني في الهوجه اللي حاصله دي. الاذاعه والجرانين بيقولوا اللي حرق القاهره شخصيه وهميه تدعى الليمبي. اللمبي؟ وسمعنا ان اللمبي هو اللي يحرق القاهره كلها لوحده. عندك حق يا عزيزي، الحكايه واضحه زي نور القمر. امال ايه؟ اللي ورا الحكايه دي القائد البريطاني البريجادير اوكسهام. طب والريجادير اوكسهام دول علاقتهم ايه في الثروه؟ الثوره اللي حصلت في العنا؟ يا عزيزي اوكسهام هو راس الافعى. ايوه. اصدر امر الوزير الداخليه فؤاد سراج الدين باشا بإخلاء سكنات الشرطة في العباسية. إخلاء سكنات الشرطة في العباسية؟ أيوه. أيوه مهم طبعًا يخلق سكنات الشرطة في العباسية. فؤاد باشا جن جنونه. أيوه طبعًا. واتصل بالنحاس. أكيد بقى عشان عايز يديله المواعين والحلل من عنده بقى وياخدها يخرجها قبل ما تتشقط بقى من العيال اللي هم البلطجية. ولا إيه؟ كلامك ورموزك يؤدي للمعنى المنشود. لا ما انا ما نعجبك، ما انا اصلا انا خبيث يعني عارف الحكايات بتحصل فيها ازاي. النحاس باشا رفض تسليم القناه. رفض تسليم القناه؟ والله عنده حق. بس كلام في سرك يا عزيزي. اتفضل. اللي حرق القاهره ايوه الجماعه المدربه. ده كلاب دي ولا ايه؟ هم مش كلاب، بني ادمين بس زي الكلاب بالظبط. ايوه صح. حرقوا القاهره لاحراج النحاس. خلص قلنا اللي جابونه ودينا عند زرزور بقى. بس يا عزيزي اللي هيصير فضولي. ايوه. حكم دار العاصمه ماله بقى؟ مصمم ان الليمبي هو اللي حرق القاهره وبيقول هيجيبه هيجيبه. اللي هيجيبه هيجيبه ده في ايه يا عم؟ انت حاسس ان البلد كلها مستنيه الليمبي ده ما يجي يروحوا ملبسينه كل الحاجات دي وحكم دار عاصمه وتاكسي العاصمه وانت شكلك اصلا مش من العاصمه وبعدين ده عصري غريب وانت غريب وشكلك غريب وعايز اروح المشوار الغريب بتاع ام اللي جابوني بقى. انا هوصلك يا عزيزي بس انت خليك محله. حاضر محله وحله يا حله مرضان كريم يا حله. كلهم اساطير الهيل اللي ما في زيهم